هذا الخطاب التاريخي جاء نتيجة ديال الثمار ديال القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة ونتيجة الدبلوماسية اللي قودها صاحب الجلالة بكل حكمة وتبصر. اليوم نحن نجنو الثمار ديالها من عند دولة دائمة في عضو مجلس الأمن، من عند دولة فرنسا اللي مشات مع الموقف التاريخي، مشات مع الشرعية التاريخية للمملكة المغربية على كامل ترابها، ونثمنوا الدعم ديالها للمشروع ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية اللي هو حل لا غالب فيه ولا مغلوب، وليضمن الكرامة ديال الجميع. كذلك نثمنوا الاتفاقيات اللي توقعت بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا هذه لحظة تاريخية اللي ما يمكن لا أعلاننا نعتز بها ونفتخر بها. شكرا لكم. شكرا لكم. نحن نتمناو على أن الموقف يكون متقدم، وعلى أنها تنفتح قنصلية في العيون، وعلى أن على أن على أن تخدم الشركات الفرنسية في العيون، وعلى أن تخدم في السمارة وفي الداخلة وفي جميع مناطق الصحراء المغربية، لأن هذا مشكل اللي هو مفتعل واليوم كيظهر الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، من الباطل كان زهوقا. شكرا لكم.